السلام عليكم ورحمة الله اخواني مشاهدي ومتابعي قناة ابيسيف تكنو. اليوم عندنا فيديو انبوكسنج جديد لاحدث شاشات الحافظ من الفئة العادية اللي هي موديل S4. طبعا هذا الموديل هو بديل عن الموديل السابق اللي كان سنة 2020، هو موديل S2. موديل S4 ايضا يأتينا بدقة فول اتش دي. الحجم في الفيديو هو 43 بوصة. كما واضح هي شاشة ذكية سمارت تأتي مع نظام اندرويد التاسع الرسمي المدعوم من شركة جوجل. ايضا الشاشه تدعم ال HDR10، وبالتالي انه نظام الاندرويد يوفر لك كل التطبيقات المهمه اللي نحتاجها اللي هي يوتيوب ونتفليكس وايضا متجر جوجل بلاي للبرامج وايضا امازون برايم، وايضا بامكانك تثبيت برامج اخرى كثيره منها سينمانا وشبكتي وبرامج اخرى. كما ذكرت انه شاشه بدقه فول اتش دي مع ال HDR10. ايضا الشاشه تدعم البث الرقمي، وبالتالي اذا كنت حاب تستقبل قنوات البث الارض الرقميه ايضا الشاشه تدعم هذه الخاصيه. بامكانكم طلب هذه الشاشه او شرائها من موقع شركه الحافظ الرسمي، حيكون الرابط في الوصف للفيديو. الان خلونا نفتح الكرتون، خليكم معنا. بامكانكم زياره قناه ابو يوسف تكنو للاطلاع على مزيد من الفيديوهات الخاصه بشروحات الشاشات وشروحات عن الالعاب واجهزه الكونسول كذلك. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذا حبا ما فتحنا الكرتون الآن مباشرة راح يظهر أمامنا المساند الخاصة بالشاشة. وان كشاشة فئة عادية فالطبيعي إنه تكون المساند الخاصة فيها بلاستيك مسندين تثبيت. أيضا بإمكان تثبيت الشاشة على الحائط بكل سهولة. هذه المساند. أما الآن فكيس الملحقات الخاص بالشاشة، كما تشاهدون هذا كيس الملحقات. أول ما نلاحظ هو الريموت الذكي الخاص بشاشات الحافظ. في القناة فيديو كامل شرح لهذا الريموت والوظائف الخاصة بهذا الريموت. وأن هذا الريموت يتصل بالبلوتوث في الشاشة من أجل استخدام مساعد جوجل، لأنه كما ذكرنا الشاشة نظام أندرويد التاسع الرسمي. أيضا لدينا كتيب التعليمات الخاص بالشاشة، أنصح دائما بقراءته من أجل معرفة كيفية استخدام الشاشة وكافة التفاصيل. أيضا بطاقة الضمان الخاصة بشركة الحافظ أو شاشات الحافظ. أيضا مع التقسيم الثلاثي أو الفيشة الثلاثية الملونة للمداخل القديمة، لأنه هو الشاشة فيها مدخل واحد مكتوب عليه AV، يجب استخدام هذا المدخل من أجل توصيل الأجهزة القديمة التي تعتمد الفيش الثلاثية. وأخيرا لدينا بطاريات على الاثنين من أجل الريموت كنترول وبراغي تثبيت الأرجل الخاصة بالشاشة، أيضا سنقوم بتثبيتها في الفيديو. إذن حبايبي كما شاهدتوا الملحقات الخاصة تأتي مع الشاشة، الآن سنقوم بتوصيل الشاشة وتشغيلها. خليكم معنا. إذن أحبائي مع ما قمنا بفتح الكرتون الشاشة، كما تشاهدون هو هذا الشكل الخارجي للشاشة. الشاشة بلاستيكية بالكامل كما هو واضح، وكما ذكرنا أنه تدعم دقة الفول اتش دي مع ال HDR10 أيضا، مع أيضا تقنية الدولبي أوديو، يعني حتكون تجربة جيدة للصوت. وأكرر أنه الشاشة تعتبر من الفئة العادية من شاشات الحافظ. اما ظهر الشاشه احبائي كما تشاهدون فالمداخل جميعها موجوده في هذه الجهه، فجميع المداخل هي مدخلين HDMI، ايضا مع مدخل AV كما ذكرنا، مع مخرج لسماعه الراس ومدخل للهوائي، لانه الشاشه لا تحتوي على رسيفر او ساتلايت داخلي، مع مداخل USB عدد 2، وايضا مع مدخل كيبل لان او الايثرنت لتوصيل الانترنت من الراوتر مباشره الى الشاشه. اما سلك الكهرباء فكما موضح فهو داخلي لا يمكن ازالته من الشاشه. اما كسمك للشاشه فتعتبر سمك وحجم جيد جدا بالنسبه للشاشه، تعتبر من الفئه العاديه. اذا حبايبي الان سوف نقوم بتوصيل ربط الشاشه وتشغيلها، خليكم معنا. اذا حبايبي بعد ما قمنا بفتح الشاشه كما شاهدتوا وقمنا بتوصيلها، امامكم الان هي شاشه الحافظ موديل S4، هو احدث شاشات الحافظ من الفئه العاديه لسنه 2021. كما ذكرت انه الشاشه نظام اندرويد التاسع الرسمي، ايضا مع واي فاي مع بلوتوث وبدقة فول اتش دي مع HDR10. ايضا كما تشاهدون انه الشاشة تحتوي على واي فاي، طبعا تدعم فقط 2.4 لانها شاشة فيها عادية كما ذكرنا، ايضا مع امكانية عرض الموبايل على الشاشة عن طريق تقنية الكروم كاست. اما الذاكرة الداخلية الشاشة فيها 8 جيجا بايت، القابل للاستخدام فيها حوالي 6 أو 5.5 جيجا بايت، ايضا بامكان زيادتها. في القناة عدة فيديوهات وشروحات لشاشات الحافظ بامكانكم الاطلاع عليها ومشاهدتها، وايضا لشاشات نظام اندرويد منها كيفيه ارسال البرامج والملفات. اذا احبائي اتمنى الفيديو كان مفيد لحضراتكم، انتظرونا قريبا ان شاء الله في فيديو المراجعه للشاشه بعد استخدامها لفتره لمعرفه كافه ايجابياتها
وسلبياتها. لا تنسون ايضا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. واذا حبيتوا تشاهدون فيديوهات اخرى تخص الشاشات نظام اندرويد او ايضا فتح صندوق ومراجعات، بامكانكم الاطلاع على فيديوهات في القناة فيها كثير من فيديوهات فتح الصندوق والمراجعات. اشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعة. اخوكم ابو يوسف. الحافظ ببساطة هي أكبر شركة إلكترونيات وأجهزة منزلية في العراق، منتجات متنوعة، أجهزة منزلية، أجهزة تبريد، أجهزة ترفيه منزلي. لماذا الحافظ هو أفضل خيار لك لشراء الإلكترونيات والأجهزة المنزلية؟ تمتلك شركة الحافظ أكبر عدد من صالات العرض والموزعين، مما يجعل السلع متاحة في كل مكان في العراق. شبكة الخدمات التي تغطي جميع أنحاء العراق. أكبر عدد من سيارات الخدمة المجهزة بأفضل الأدوات والمعدات. أفضل مراكز خدمة عملاء لتلبية جميع احتياجاتكم. خدمة التوصيل المجاني من خلال صالات العرض الرئيسية. أعلى مستوى من الجودة ومن أفضل المنتجات المتاحة في السوق. الحافظ.